انهاء الموسم الجاري بعجز يتجاوز 13 مليون دولار، تبدو الوضعية المالية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف في حاجة ماسة إلى تدخل سريع من الرئيس الجديد الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، وهو أمر بدا على رأس اهتماماته فور توليه المنصب. نتابع المزيد في تقرير مراسلنا عمر فهمي. تحديات كبيرة تلك التي تواجهها إدارة الكاف الجديدة، على رأسها تعديل الوضع المالي للبيت الحاكم للكرة الإفريقية. فمنذ أن توقعت اللجنة المالية في ديسمبر الماضي استمرار العجز في الميزانية لعام جديد، بدت الحاجة ماسة إلى ضبط الحسابات وتنمية الموارد، وهي نقطة أدركها فريق عمل الرئيس الجديد، والذي يبدو وكأنه قد حدد كذلك هدفه بالتوصل إلى اتفاق لبث المباريات القارية في دول جنوب الصحراء التي تضرر الجمهور فيها من قرار إدارة الكاف السابقة بفسخ عقد الحقوق، ما أدى إلى غياب بطولات الكاف عن شاشات التلفزة في هذه الدول، ومن ثم انخفاض عوائد التسويق والرعاية كذلك. CAF reported for the second consecutive year. لقد سجل الكاف للعام الثاني تواليا خسارة مالية قدرها حوالي 7 ملايين دولار في 2019، ثم أكثر من 11 مليون دولار العام الماضي، وهذا أظهر لنا بشكل واضح أن ثمة تراجع في الوضع المالي للكاف، ومن بين الأسباب البارزة لذلك خسارة عوائد البث. فمباريات فرق مثل ماميلودي سانداونز وتي بي مازيمبي ليست متاحة للعرض التلفزيوني في دول جنوب الصحراء. ينبغي علينا، بل نحن في حاجة إلى جذب القطاع الخاص لرعاية كرة القدم الإفريقية. علينا أن نضاعف قيمة الرعاية بالنسبة لكأس الأمم الإفريقية وأن نجعلها أكبر من الآن بكثير. علينا القيام بنفس الأمر مع دوري الأبطال. لا أنسى أنه عندما فاز سانداونز بالبطولة اضطررت إلى إخراج مكافآت للاعبين من مالي الخاص لتضاف إلى جوائز الكاف المالية التي كانت بالكاد مقبولة. الخبرة الهائلة في عالم الأعمال لموتسيبي إمبراطور صناعة التعدين في جنوب إفريقيا ومالك نادي ماميلودي سانداونز تجعل تصحيح الأوضاع المالية للكاف على رأس أولوياته، والهدف ليس زيادة أرصدة الحسابات المصرفية للمنظمة فحسب، بل كذلك رفع قيم الجوائز المالية للبطولات بحيث تتمكن الأندية من ضم أفضل اللاعبين، بما يرفع مستوى المسابقات ويزيد من قيمتها التسويقية. المال، ينبغي ألا نخدع أنفسنا، المال مهم. نحن في حاجة إلى المال لدفع رواتب تنافسية للاعبين، فلن يمكننا الإبقاء على أفضل اللاعبين الأفارقة في إفريقيا على المدى البعيد أو حتى المتوسط ما لم نتمكن من دفع رواتب مغرية. ومن واقع خبرتي أعرف أننا ندفع في جنوب إفريقيا رواتب للاعبين أعلى من تلك التي يحصلون عليها في السويد أو الدنمارك أو النرويج أو حتى هولندا، فنحن بالفعل ننافس على هذه الجبهة، ولكن نحتاج إلى المزيد من الموارد والتمويل لكل دول القارة. تعهد موتسيبي بالاستمرار في إقامة كأس الأمم كل عامين على عكس رغبة الفيفا يظهر أهمية الجانب المالي في مشروعه، فالعوائد التي توفرها البطولة الأكبر للكاف تبدو أكثر إلحاحاً في الظرف الراهن. عمر فهمي، بي إن سبورتس، القاهرة.